من منا لا يعرف هذه الأسطورة الحية التي لا تفارقنا حتى بعد مماتها؟ إليكم القصة الحقيقية لوفاة ملك الرقص والغناء مايكل جاكسون. في البداية علينا التحدث لماذا لجأ مايكل جاكسون للأدوية المهدئة والمنومات. لجأ مايكل جاكسون لهذا النوع من الأدوية بسبب التهمة والشهود الذين ادعوا بأنه قام بعملية تحرش بطفل صغير، وفي عام 2005 ونتيجة لذلك وجهت إليه عدة تهم، لكنه خرج منها لعدم وجود أي أدلة بحوزة هيئة المحلفين على قيام الواقعة. وبعد انتهاء الواقعة أصبحت وسائل الإعلام مصدر سخرية لمايكل جاكسون في الأفلام والأغاني، وأصبح السخرية مستمرة وغير متوقفة. زادت من الألم النفسي لمايكل جاكسون على الرغم من دفاعه عن نفسه عدة مرات في المقابلات، لكنها لم تجدي نفعا. وبعد انتهاء هذه الإشاعة ترك مايكل جاكسون الغناء من عام 2005، وعاد مرة أخرى في عام 2009 ليقدم مجموعة من أغانيه في حفلة واحدة وللعيد إحيائها من جديد. وكان المقرر أن يعود مايكل جاكسون إلى الغناء، لكن توفي مايكل قبل القيام بالحفلة، وقالت عائلته إنه قتل وليس حادث، وهذا يعني أن إعطاءه جرعة زائدة من المنوم وصفها له دكتوره الخاص واسمها البروبوفول، وهي جرعة تعطى في العمليات الجراحية لتخدير المريض. طالبت عائلته بأخذ حق مايكل جاكسون عن طريق المطالبة بمحاكمة دكتوره الخاص، وتمت محاكمته بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة الإهمال. فالجواب الأخير أن شركة سوني قتلته، فهي التي عينت دكتوره الخاص لأنه كان يواجه عدة خلافات معهم. والسبب الثاني أن مايكل جاكسون قد دخل الدين الإسلامي واعتنقه، وهو ضد الماسونية تماما، فجعلهم يسرعون في القضاء عليه قبل العودة لأنه سيلهم الكثير من معجبيه للدخول للإسلام، فكان عليهم أن يقتلوه بالتعاون مع دكتوره الخاص. فشركة سوني لديها ماضي سيء مع المغنيين. ودليل آخر على أنه قتل، فأخوته قالوا أن مايكل شعر باقتراب موعد قتله ولم يكتفوا بموته، بل أغرقوا جميع أفراد عائلته بالديون وألحقهم الإفلاس. وبعد حادث الوفاة بأشهر ظهرت أقوال على وجود أصوات غريبة داخل منزل مايكل جاكسون، وخصوصا في الغرفة التي مات فيها. فيقول البعض أنها روح مايكل جاكسون الغاضبة، والبعض الآخر كذب هذه الأقوال. أظهر جمهور مايكل حبه وتقديره لهذا الفنان، وذلك بإعادة إحياء ذكراه كل سنة. ولا ننسى الذكر أنه الفنان الوحيد الذي يملك أكبر قدر من المقلدين حول العالم الذين يحاولون إحياء ذكراه حتى يومنا هذا، ولكن يبقى القاتل فارا من العدالة وغير معروف. إذا أردت المزيد فعليك الإعجاب والتعليق والاشتراك. قناة ثقافة HD معا للقضاء على الجهل. عندما يصل الأمر إلى عشق القتال والمنافسة فإنك تتحدث بالطبع عن الأسطورة بويكا. إليكم قصة